فكرة القلم معروف، ممكن تباع زي ما هو وممكن ينزرع بقى، ولكنه معروف. عصير البرتقال هو خلاصة البرتقال، عشان يكون عندك عصير انت تستخلص خلاص، يعني عصير البرتقال عملية استخلاص، ترمي القشر وترمي الأشياء ما تحتاجها وتاخذ بس العصير. هنا بنتكلم عن ايش؟ عن HTLV، هو فريمورك بسيط يخليك تعمل كلوب بدون تفبس. طيب هنضيف مع البرتقال مقادير أخرى، كذا الموضوع اختلف، كذا النشاط اختلف، كذا المهارات اللي تحتاجها كمان أصبحت مختلفة. بالتالي أنت المنتج النهائي عندك، المخرج النهائي هو كيك طبخ. نفس الشيء لما تيجي تعمل اي كوميرس ابلكيشن تحتاج مقادير، ولكن الطبخة هي لازم كمان تعرف عن الاي كوميرس وعن التجارة الإلكترونية، لأنه هذا مجال قائم بذاته. ولكن انت الان بتعمل ابلكيشن في هذا المجال. في المشروع انتهى، ولكن تحويله الى منتج هذه رحلة اخرى. مثال هنا اف ويتر هذا مشروع انتهى، ولكن عشان يوصل لمرحلة انتشار زي تويتر هذا موضوع آخر. عشان كذا هذا الآن موجود في جيت هاب، تمام، بس يحتاج المشروع هذا شخص يجي ياخذه ويتبناه كمشروع زي تويتر، تمام. لكن تقنيا الآن ننتهي. صناعة اللبان هي صناعة قائمة ولها نكهات مختلفة، فراولة وموز وغيرها، لكن إذا تبي تضيف نكهة البرتقال لازم تفهم وتعرف كيف تستخلص خلاصة النكهة من البرتقال وبعدين تضيفها في صناعة قائمة بحد ذاتها اللي هي صناعة اللبان. هذا زي هذا الشخص عمل ايه؟ عمل برنامج او اضافه في مايكروسوفت اكسل عباره عن شيت مانجر. ايش بيسوي شيت مانجر هذا؟ بينظم الشيتس الموجوده ويتيح لك انك انت تبحث فيها، تمام؟ شايف ويب ابلكيشن داخل سوفت وير. طبعا هو قدر يوصل لمرحله انه هو ايش؟ خلاص المنتج يعمل، ولكن عملية تثبيته بدائية وتحتاج تحسين، يحتاج واحد يخش معاه عشان يعمل السيت اب ابلكيشن تكون سهل لليوزر هو يستخدمها. لكن هو الشوط اللي قطعه هذا شوط مو سهل، ولكن يحتاج اشخاص اخرين يكملوا لمراحل اخرى. لكن هو بيبني شيء، بيبني في منتج قائم، فيحتاج هو حاجة لازم يفهم عصارة يجيب نكهة البرتقال ويضيفها فين؟ يضيفها في صناعة اللبان.